جايين نطالب بحقوقنا المهندسين الكيمياويين من مختلف محافظات العراق، ومنهم خريجين منذ سنوات 2007 و 2008، وإلى الآن لم نجد الفرصة التي تمكننا من التعيين في وزارة النفط أو غير من الوزارات التي هي من اختصاصنا. فنحن مهندسين كيمياوي لا يوجد لدينا أي اختصاص خصوصا في القطاع الخاص. أما بالنسبة للقطاع الخاص فنجد أن العمالة الأجنبية الآن تشكل 75%، وكمثال على ذلك مصفى كربلاء. أنه مصفى كربلاء إحنا من دا ندخل له أنه دا نلاحظ العمالة الأجنبية 75% من بنغال، هنود، نيجيريين، كوريين إلى آخره. زين أبو البلد مو هو اللي أحق بهاي الشغل اللي ياخذه. ثاني شغلة إنه عندك شغلة الخبرة، هذول من دا يشتغلون مصفى كربلاء دا يشتغلون هم الهنود والبنغال وغيرهم، دا يروحون البلدان وإحنا ما راح نستفاد من هاي الخبرة. فمن إذا أبو البلد هو الذي ينشئ بهذا المصفى أكيد هو هاي الخبرة، من راح تطلع هاي الشركات هو راح تبقى هاي الخبرة موجودة بالبلد. مطالبنا مشروعة، وإحنا من ذا 90 يوم معتصمين أمام وزارة النفط وطرقنا كل الأبواب، اعتصمنا قدام وزارة النفط والآن معتصمين أمام رئاسة الوزراء نطالب بحقوقنا. 3 أشهر صار بالشمس، البنات طالعات، الشباب طالعين، الكل قاعد، راح نسوي لكم، راح نجيب لكم، اي ومطالبكم مشروعه. ما دام مشروعه وين؟ ما يعني ما حصلنا ولا درجه. وزاره النفط صار لها 60 يوم وعدتنا 200 درجه وماكو، انه وعدكم انه نعطيكم ونطالب وماكو، ماكو اي شيء. اذا هو كل حزب عنده 10 و20 واحد حاطن جوا بجيبه ويريد بشيله، كل من يريد بشيله، ما حد يقول للعامه، الفقير واقع بيها والعده حزب متعين ولا يطلع مظاهرات ولا يطالب ولا شيء، والفقير ماله كل شيء. اي لجنه ما شكلت، ما شكلوا لجن، يعني ما يسمعون هم احد يعني، فاحنا نطالب من عندهم يعني انه يسمعون حقوقنا، وهذا ممكن ابسط شيء ممكن احنا نريده ورا ما نتخرج يعني. وطبعا السيد عبد المهدي انه ناشده احنا انه يسمع لنا احنا ويسمع للخريجين يسمع للمهندسين، وبما انه هو حاليا يعني دا ينطي انه زين، فنطالبه انه يطلق التعيينات لنا الجميع، الاخوان، احنا بنات، احنا بناء هذا البلد. اذا احنا ما نفيده منو يفيده العاد؟ ليش احنا اخذنا شهاده غير حتى نكمل ونتعين بها ونفيد البلد بها؟ نشكر قناه الموصليه لان اجونا ودا يصورون وينقلون معاناتنا للشعب العراقي وللدوله اللي ساكته وما لها علاقه حاليا باي شيء، ودا يشوفون هذول البنات وهذول الولد مثل ولدهم. يعني هسه اذا ابوك اذا ابنك اذا بتسك واقفه هنا بالشارع تقبل عليها؟ ما ادري والله، يعني اساله سؤال، انت اقعد بين نفسك واسال روحك سؤال، تقبل؟ هذول مهندسين، يعني هذول ما جايين من الشارع ترى، يعني خوش جايين كليتنا معدلاتها فوق التسعينات، اهلنا تعبوا علينا مصاريف، خوش كراوي، ملابس، يعني او تاليها انه اقعد هيجي؟ خلص سده للقسم، لا تفتح بعد جامعات، لا تفتح جامعات اهليه، على اي اساس انت تسوي هيجي؟ وبالاخير ماكو نتيجه، الى متى يعني؟ الى متى احنا نظل هيجي؟ خوش هاي مهندسين كيميائيين تعيننا كليته على وزاره النفط. لحد الان ما قابلنا احد ولا شكلوا لجنه. زين، واحنا نريد نطلب من هذا الشيء، نريد زياده عدد الدرجات الوظيفيه، لان انا صار لي 14 سنه انا ما خليت وزاره ما قدمت لها. يعني انا كل سنه انا اروح اقدم وفايلي يقول عندك واسطه، اقول له ما عندي واسطه، منتمي الحزب ما منتمي الحزب، لعد ما عندي تعيين، اروح خطوتين اتحرك يجي وراي ست اكو تعيين بس بدفتر بمبالغ، اقول له انا ما عندي مبلغ، انا لو عندي هذا المبلغ الدفاتر هذا الخيالي، انا اجي اجدي حقي؟ انا اجي كمهندس اجدي حقي؟ ما هاي، انا لو عندي يقول لي مبالغ 3 دفاتر ودفتر، واقول له والله ما عندي، يقول لي ما يخالف، اخذك المكتب صيرفه وتوقعين كومبيالات واعطيك الامر الاداري، ليش؟ شنو هالاهانه هاي للمهندس العراقي؟ هيك صرنا سيد عادل عبد المهدي، احنا عراقيين، والله هاي جنسيتنا عراقيه، العميل الاجنبي مو احسن انا من عندي، انا الافغاني يجي مو احسن انا من عندي، انا مهندسه وتعبانه، تعبانه على نفسي. كنا معدلاتنا فوق 90 اطلعناها وبالقوه، فاحنا نتوسل ونترجى، نترجاك سيد عادل عبد المهدي، احنا بناتك واحنا ولدك هنا واقفين ومستحملين، والله هذا حر الشمس بس ماكو مثل حرقه قلوبنا احنا، بس نريد من عندك، هي ترى شغله بسيطه، جره قلم، شخطه قلم راح تنقذ بها هواي حياه، راح تبني امال هواي شباب.